السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم يومية سون غلوتر. اليوم غنديروا واحد الكيكة ديال الشوكولا، هادي غنبعدوها ما محتاجينهاش. هي كيكة عامرة بالشوكولا تبارك الله. هنا المقادير اللي غنحتاجو هي هنا 300 غرام ديال الشوكولا بيغ، هنا 40 غرام ديال بودرة ديال الشوكولا، 7 البيضات صغار حتى المتوسطين، 100 غرام ديال الدقيق اللي فيه حتى الخميرة ديال الحلوى. الا كنتي غديري خميرة ديال الحلوى بوحدها مازال غتزيديها، غتشوف انت قياسك شحال خصك ديري في 100 غرام ديال الدقيق. عندي هنا السكر البني 250 غرام، وعندي هنا 170 غرام ديال الزبدة عادية ديال الطياب. اول حاجه غندير هاد حمام مريم، غندير فوقه هاد الشوكولات، وغنزيد معاه الزبده. عندك تحرق ليكم، راه يقدر في ساعه تحرق، بقاو كتحركوه حرق. دابا درت هاد 7 البيضات، درتهم في واحد الشبانيه، وغنزيد عليهم هاد السكر البني 250 غرام، وغنديرهم في الماكينه عندي، ولا كتبقاو تقدر حتى تدوريهم باليد حتى تولي واحد الخليط بحال بيض بزاف، بحال هكا كيولي البيض والسكر ديالنا ملي كنطربوه. كنزيدو عليه هاد الزبده والشوكولا اللي دوبناها، ولكن غير بشويه باش بحال هكا كيولي البيض والسكر ملي كنطربوه كيولي بيض. كنخليوه بحال هكا واقيلا شي 10 دقائق وانا مخليها في الماكينه ديالي. عاد كنزيدو عليه هاد الشوكولا والزبده اللي دوبناها، ولكن كنحركو غير بشويه باش يبقى لينا الخليط كما هو. هذا هو الدقيق ديالنا، نقدروا في بلاصه من الدقيق اللي سون غلوتين بدون غلوتين، كنديروا الدقيق ديال اللوز على حسب انت واش عندك. هذا هاد بودره ديال الشوكولا ديال الكاكاو، حتى هي كندوزوها بحال هكا. من بعد شويه ديال الفاني، تقدري ديري الا كان عندك عود ديال الفاني ديري شويه ديري هو. انا عندي دابا غير هادي نديرها، عاوتاني غنخلطو هادشي كامل.
دابا هاني درتها في واحد الطاوة ديال هاني دابا درتها في مول ديالي اللي في الاول درت فيه شوية زبدة والدقيق. دابا غندخلها الفران. الفران كنديرها على 180 درجة كيسخن، غنديرها في الوسط وغنخليها من 40 حتى 50 دقيقة. هذه درتها شوية رقيقة، اذا وقيلا 40 غتكون كافية. هاد الخليط فيه الجبن مشوش بحال كيري، درت فيه عاوتاني شوية ديال الفاني و سكر كلاصي. عينك ميزانك، زيدي السكر حتى تذوقي واش هيعجبك. انا كيعجبني يكون يبقى شوية حامض. نسيت بنتي راك ما تعرفوا، غادي نتعقوا بالصوت ديالي، ماشي ديالي انا، بنتي هي اللي صوبت هاد الكيك. ونسيت ما ذكرت انها صايبه جوج، ان الخليط كان كتير، راه خرجت تبارك الله جوج كيكات، ومع تبارك الله راه شفتوا المقادير، راه 7 البيضات وتقريبا نص كيلو الشوكولاته، وهذا جات كميه كتيره. اذا دارت لها بحال هكا وزوقتها، غتشوفوا الشكل النهائي بالفواكه الحمراء غير من المجمد، كيبقى التزيين حسب الذوق كما كنقولها لكم دائما. اذا كنتمنى الفيديو يعجبكم، خليوا لي في الاراء ديالكم التعليقات كي جاكم فيديو، كي جاتكم بنتي والتصوير ديالها وهاد الكيكه. اذا نخليكم بخير وعلى خير، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى تجربوها ان شاء الله، كيكه زوينه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتو اول مره كتدخلوا القناه، مرحبا بكم، ديروا دويرة على القناه، راها متنوعه فيها من كل فن طرب، وتشتركوا فيها فضلا، وهذا هو الشكل النهائي فضلا وليس امرا. وضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد، فيها وصفات متنوعه كثيره، فيها فلوجات، نصائح، معلومات، ومهم حويجات اخرين اكتشفوهم نتوما. والسلام عليكم.